يلا وصلنا طبعا. يعني انا من الان اقول لكم هذا أسوأ مشوار جابني. لا اقسم بجلال الله بتستمتعين. امسك يحيى. ايش معلوماتك عن الدب؟ الدب اذا الدب كيف يهجم اساسا اذا صار عندك عسل؟ لا الدب هجوم الدب باليد عنده المخالب قوته في مخالبه وفي انيابه يقتل بثلاث طرق. بعلمك انا ايش المخالب هكذا بالفم هكذا بثقله اذا طب على حبيبي. فانت شو تسوين؟ دائما خلي استعدادك للذراع. يعني سوى كذا انت حط يدك كذا فما راح يمي. انت صادق؟ اي كيف كيف دقيقه لحظه انت صادق انت صادق انت صادق يعني هذا مثلا دب ايش تسوي؟ حجم الدب هو شيء 3 متر. اذا وقف شو تسوي له كذا؟ افرض انت افرض سريع الدب سرعه خياليه. عبد الله والله ماني بداخله اقول يلا بس برجع لعيالي. ترجعين ان شاء الله وانت مثلا معضوضه مقرومه. الله علي الرحمن الرحيم. حس لا ما ياكل اليد ياكل الرجول فقط. هذا احسن شيء فيه. فكرني بقرب ماني مقرب وانا برايح استح على وجهك ونادي وحديد ايش دخل الناس. مرة وديتها عند أسد خاف قسما بالله. لا صراحة غريبة. اي انت والله العظيم اني موديك وصغير كان في متوسطة توقع وديتها استراحة خوية عند أسد قوم الدنيا علينا. احد يخاف من أسد؟ أسد تدرنا من سلالة القطط. اي أسد والله من الأسد مو من السنوريات من القطط. اي سلالة القطط. اي سبحان الله غريب انك خفت من الأسد. الأسد تحطين له تونة. إيش؟ تونة. هي صحيح. وحليب بوني. وخلطة مع ماء عشان تضبط الشمس. شوفوا بالله تفضلوا. إحنا رايحين الحين للدب. يعني لا ترموا. ولا تلقوا. ترموا. لا تلقوا. شوفوا إيش. ما شم شيء. هذه شجرة اللبان. لا مو شجرة اللبان. لا والله كان بس يطلع كذا ريحة لبان. شوفها إذا جف. شوفي 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 سبحان الله ريحة لبان. لبان خلنا ناخذ حق أمي. صنوبر ده اللي سيارة بس بعدنا شيء ثالث. شفتي هذا كله؟ ترى هذا حق نص ساعة بس فقرة تصوير نص ساعة جايبين هذا كله. طيب شوي يعني أنا ترى هذا قليل عليه. طيب والله مره شوي يعني. عبد الله انت تتكلم عن دب. دب اجيب له شو اسمه؟ هذا يقول سناك سناكات اذا عشان يبيه يصير. شوفي شوفي يا اميره خايفه. ويرز نورين اميره نورين يا دب يا دب تكفى يا دب لا تجيني تكفى طلبتك. انا اخاف وانت ما تخاف. انا صغيرة وانت كبير. انا مرة خواف يا ما. هي 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 لا تعصب علينا. تعال تكفى خلني اعطيه ذبيحة بس خلاه يسكت. يا ربي رحمتك تسبق عذابك. لا ان شاء الله بدون عذاب يا رب رحمتك وبس. عبد الله شوف لا تقعد تخوفني ترى والله العظيم لا تسلق شجرة. عبد يحيى خلني فوق راسك خلني فوق. ما ادري ما ادري ما ادري شو العذاب يا ما. تكفى انت هذا حاطه حاطني في راسه. شوفوا 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 ايش يعني اني انا جاي اشوف دب يا كلماس جلسته جميله وكلماي. ايش يعني اساله بالله عادي اصرخ ولا الصراخ ممنوع؟ صرخي بس مو مره بصوت عالي. لا انت قول له اساله. ما بن انا مو السكرتشات مو يقول لك بس هو اللي يقدر يصيح. طب خلينا
قوله انا صديقتك. طيب وش فيك انت؟ لا تخوف صديق الدب هناك عشان اقدر اصور. يلا يلا بسم الله على اخوي. بسم الله على اخوي الرحمن. شنو تعلي ناظر الكاميرا عمر دقيقه حط وزنه مصور ناظره واضحك قوم دقيقه طيحني. اوكي اوكي بسم الله الرحمن. طيب اصلا المربي حقه ما كانه يربي كلب ولا يربي قطوه بريء. يلا اللي بعده. دقيقه اوكي يا اخي يا اخي نفس الوضع. اوكي ليتس جو. طيح يا حبيبي. انا حبيبي يس بلف لك الدور اخلص لك. اوكي ريدي كاميرا. حط وزنك يا يحيى ابتسم يا بعد روحي. بسم الله على اخواني. ايش فيك انت يا دبدوب يا دبدوب؟ انت يا نور العيون يا ليمون يا ليمون. طيب تدري انه مش وسيم حبيبي؟ ما ادري ما حسيت شكله حلو ولا لا. نجوله يا نجوله انتي والله مزيونه. نجله ما شاء الله نفس الوزن انتي وياه نفس الطول نفس الحجم. نجله تلمسينا نجله اخاف يجي عليك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يا ميرا يلا بنرجعك لامك سالمه لا تخافين يا عمري. سلام الله يلا صوروها صوروها. بسم الله عليها الرحمن الرحيم. هاي يا ميرا ميرا فلبينا لوك ان ذا كام. كيوت 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 كيوت. نورين يلا يا نورين. سيت داون. خايفة بعد قلبي. بسم الله برجعك لأمك سالمة إن شاء الله لا تخافين. يلا سمايل. بسم الله عليهم. أقول حبيبي هذا اللي أهم مني الحين. يا الله 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 كفو يا مساء. ناظر الكاميرا ابتسمي 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 ابتسمي. والله قد ابتسمي ابتسمي ابتسمي. كانت تقول بموت بموت بموت. ايوه الله 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 كفو يا مساء. ناظر الكاميرا ابتسمي 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 ابتسمي.